مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الطبق ديال الرز بالدجاج وبالخضرة اللي كيجي لذيذ 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 بزاف. طريقة سهلة وبسيطة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، نتمنى أنكم تجربوه، فعلا كيستحق التجربة ديالكم، كيجي لذيذ بزاف بزاف وغادي يعجب الوليدات ديالكم. وكما كتشوفوا طبق يعني صحي فيه الرز الدجاج والخضرة، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا كمية ديال الدجاج، يعني تاخدو الدجاج الكمية اللي بغيتو، انا مستعملة غير شوية على حساب جوج ديال الناس. عندي هنا واحد البصيلة اللي غادي نشلطها، غادي نزيد ديك البصلة على الدجاج، غادي نزيد عليه الزيت البلدية أو الزيت العادية اللي ما كانش عندكم. غادي نضيفو دابا التوابل، عندي الإبزار، عندي سكنجبير أو زنجبيل، غادي نضيف الكركم، غادي نضيف الملح، عندي جوج فصوص من الثوم اللي غادي نحكهم، صافي ضفت قزبر ومعدنوس، وغادي نضيف واحد الوريقه ديال الرند او ورق سيدنا موسى. صافي غادي نخلط هاد الدجاج مزيان مع هذيك البصيله، صافي حركت هذاك الدجاج مع ديك البصله العطريه مزيان. غادي نغطيه دابا ونخليه قد ما بقى مرقد قد ما مزيان، غادي ندوزو باش نكملو باقي المكونات. بالنسبه لباقي المكونات، عندي هنايا الرز بطبيعة الحال اللي مغسول، هذا الرز خديت الرز كلاسي اولا الرز الصفر، غادي نسلقو مع الماء في الماء والملح نص سلقه فقط، يعني تكون نص سلقه فقط، ما نسلقوش كميه كامله حيت باقي غادي نبخروه مع الدجاج. بالنسبه للخضيره اللي غادي ندير مع الرز والدجاج، خديت هنايا واحد البطاطا وحده قطعتها هكا مربعات، خليتهم شويه كبار هكا، وخيزو قطعته مربعات صغار، واللوبيا حتى هي كذلك، يعني باش يطيبوا طياب واحد. بالنسبه للرز، ها هو تسلق ليا، يعني غير نسلقها كما كيبان لكم، راه باقي حبه ديالو واقفه بزاف. صافي هنا غادي ناخذ واحد ناخذ كسكس، غادي ندير فيه واحد الكمية من الرز، يعني غير واحد شوية اللي غادي نفرش ليه من التحت، غير شوية نفرشو من التحت يعني باش ما تحرش ليه ديك العطرية. بحالا غادي نسد بيها داك الكسكاس. صافي كما كتشوفو، غادي ناخد دابا الدجاج، غادي نديرو فوق من داك الرز بحال هكا، نحاول نحيد منو ديك البصيله. ماما كدير صافي هزيت داك الدجاج كامل درتو في الكسكاس، غادي نضيف دابا هذيك الخضيره اللي قطعت على داك البصيل اللي بقات لينا، وغادي نزيد عليهم ديك الكميه ديال الرز اللي بقات ليا. هذا
غادي نخلط كلشي. باقي سخون صافي. هنا من بعد ما خلطت داك الروز مع ديك الخضيره مزيان، كنكب كميه كامله فوق من الدجاج. بالنسبه للخضره تقدروا تزيدوا الخضره اللي بغيتوا، المهم هذا كيبقاو الاساسيات، وتقدروا تزيدوا اللي بغيتوا. هنا كنكون درت الماء في البرمه ديالي، راه كيغلى. صافي ما عليا دابا الا نغطي الرز ونديرو الفرن. كما كتشوفوا الماء درت الماء في البرمه، ها هو كيغلى. صافي وحطيت من فوق منها الكسكاس. كما كتشوفوا النار تكون متوسطه، يعني ما نجهدوهاش بزاف باش يطيب لينا على خاطر خاطرو. ولا ما كنتوش مزروبين به طيبوه النار مهيله غيكون احسن. كما كتشوفوا الرز ديالي صافي طاب، قلبت الخضيره طابت، الرز حتى هو طاب، والدجاج كذلك غادي يكون حتى هو طاب. ما علينا دابا الا نقدموه ونحطوه في طبيصلات. صافي دابا غادي صافي حطيت الكميه. كما كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. صراحه جربوا هذه الطريقه، هذه كتجي غزاله وكتجي بنينه وغادي تعجب الوليدات ديالكم. كما كتشوفوا صحيه، فيها الدجاج فيها الرز، خضيره ديالنا متنوعه متكامله، وجبه متكامله. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش خليوا لي التعليق ديالكم وقولوا لي كي جاتكم وصفه إلى وصفة قادمة إن شاء الله.